غزيت اليوتيوب العربي 1,350,000 مشاهدة على البوست هذه اثرت الجدل. نعم سببت لي مشاكل يا جماعة الخير. جاؤوني كمية من الفتيات طلبنا الزواج بي، لكن سوي نفس مقطع عمر زرابية. اسمعوا الجلدة ابدا كلامي بتحية الاسلام، السلام عليكم وعليكم السلام. هلا اسمع رابي انت وهو وهي، معكم عمر خليل سيف الدين زرادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. صارت اشياء كثير اخر يومين. في البداية حاب اشكركم والله حقيقي مرة، شكرا يا جماعة الخير، يعني دعمكم في اليوم الماضي مرة حريقة. اصلا انا مبلفت صرت انزل كل يوم. قبل اربع ايام تقريبا نزلت مقطع ارسل هذا الفيديو لشخص تحبه بدون ما تقول له شيء. الفيديو خلال اربع ايام حصل 1,300,000 مشاهدة ما شاء الله تبارك الله، ولسه بيتزايد. اربع ايام ولا زال الفيديو ترند في كل الوطن العربي، من الامارات، الكويت، السعودية، اليمن، عمان، قطر، لبنان، مصر، كلهم لو اقعد اعددهم نسوي حصة جغرافية اليوم. جاتني كثير رسائل، جاتني كثير تهديدات، جاتني كثير فيديوهات بسبب هذا المقطع، وناس كثير نشرت المقطع لاصحابهم وصحباتهم وحبايبهم زوجاتهم وليس حبيبات يا قليل الادب. فطلبتكم في الانستغرام، اللي مو ضيفني في الانستغرام راحت عليه الفعاليات، انكم تشيروا معايا لما انتم ارسلتوا المقطع هذا للناس اللي تعرفوهم ايش كانت ردة فعلهم. فخلونا نشوف بعض ردودكم. ليتس جيت ات. هذا خوينا ارسل المقطع لصاحبه، راح صاحبه رد عليه بقصيده. الشعر يكتب ابياته بنفسه والحبيب يحب اقرب احبابه. الله يتبادلون المحبه والقصايد وهنا يتبادلون الضحكات. راحت ردت عليها صاحبتها وقالت هذه الصوره كل ما اشوفها اضحك. هذا واحد هو وصاحبه الظهر كانوا متضاربينه معطين بعض بلوك، فجاء ذا فك البلوك عن صاحبه وارسل له. راح صاحبه رد عليه وقال يا عمري يا عمري يا عمري يا لبي اشتقنا. يا سلام المقطع صار يرجع اصحاب لبعض، شوف كانوا معطين بعض بلوك. شوف خلونا نشوف بعض تعليقاتكم على المقطع. ضاع يومي وانا ما وصلت نص الفيديو. يا ريت لو خليت الفيديو جزئين لانه مره طويل. صراحه انا فكرت اخليه جزئين لكن قلت ما ابغى ازعلكم مني فانزله جزء واحد، لانه كلكم تطلبوني انزل مقاطع طويله وانا ما اقدر ارد لكم طلبكم. الترند السابع على العراق، التعب جاب ثماره. حقيقه يا جماعه الخير اللي يتعب ويجتهد طبعا راح يوصل ان شاء الله. حبايب اهل العراق، يا شيخ اطلق بوسه، يا شيخ انت اطلق بوسه. يا اخي ايش هذا، الله يعينك شكله يدك تكسرت وانت تمنتج صح. يا اخي لوموني في متابعيني يحسوا بمعاناتي ويقدروها ويضغطوا لايكات على المقاطع. عمر دائما يسوي مقاطع ويتعب عليها وما تجي ترند. عمر مره ثانيه يسوي مقطع 15 ثانيه يخش ترند. والله من جد يا اخي اليوتيوب، اليوتيوب مره غبي. اتوقع انه السبب انه ناس كثير نشروا المقطع في الواتساب وما ادري، فجات مشاهدات من برا اليوتيوب عشان كذا المقطع دخل ترند. وكمان نسبه اكمال المقطع فوق ال 100%، يعني كثير منكم شاف المقطع مرتين وثلاثه. شكلهم ما صدقوا انه المقطع خلص صح. قعدت اعيد الفيديو مليون مره شفته عشان كذا المقطع دخل ترند. يا ليت الفيديو الجاي تسويه اكثر لانه نحن ناس عندنا شغل وعمل. سامحني ان انا اخذت من وقتك، ان شاء الله الفيديو الجاي حيكون 5 ثواني. دقيقه يا جماعه، عمر زراديه يسوق امه، عندنا مقطع حنشوفه اليوم. ايش بو ايش بو، مين زعل مين زعلك ابن الناس؟ كيف عمر زرابيه يو مين عمر زرابيه يو؟ كيف تجرؤ؟ كيف عمر زرابية يخش الترند ومليون مشاهد بغمزة واحدة وانا احلى منه؟ بعدين كيف انت احلى مني؟ ما نحن نشبه بعض، نفس الراس، نفس اللون، نفس الشعر، نفس كل شيء، كيف انت احلى مني؟ بس انا بحركة واحدة راح اصير احلى منك، حركة واحدة راح تفرق بيني وبينك. طبعا عمر زرابية هاتف في العنوان، ارسل هذا الفيديو لشخص تحبه بدون ما تقول له شيء. طبعا هنا ابغاكم تتوقعون مين رسل لي المقطع. مين رسل له المقطع حيكون؟ مدري صح بقى ولا تحارتكم. لكن حاب اقول لك انه توقعك خاطئ، واللي رسلت لي المقطع هي امي. والله امي رسلت لي المقطع. امي شافت المقطع هذا ورسلت لي الرابط في الواتس. الله يحفظ لك يا وسلم لي عليها كثير يا تحو، وقول لها شكرا على انك انت من افضل جيش مجرد درب التبان. عمر زرد يوم يسلم تسلم على لا والله. قفطناك عشانك حاب كاسة اليوتيوب. مسوي شوف فيها قروش، هذا باوند بريطاني، هذا درهم اماراتي. فكرت قلت اني راح اسوي نفس مقطع عمر زرابية. اسمعوا الجلدة. ابلع لايك
ربي يحفظ لك الوالدة يا تحو. يعطيك العافية يا تحو على المقطع الجميل حقيقة ضحكتني. يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، إن شاء الله استمتعتوا. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، تابعوني في حسابي في الانستغرام عشان الفعاليات القادمة تشاركوا معي فيها. وإن شاء الله يا جماعة الخير أشوفكم على خير. سلام عليكم. سلام سلام، اسمي عمر زردية من المملكة العربية السعودية، اسم قناتي ماكس جدي وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى تسوي لايك قبل